ناس تروح للنبي ما بين صلاة والصوم، وناس تبات على الشوق يجيها النبي في النوم. فاهمين؟ الناس أصناف، في ناس تنام هنا كده على الشوق يجيها النبي في النوم، وناس تروح وتيجي ما تشوفش حاجة، في شاهد ما شافش حاجة، وفي ناس يا عيني تبات مشتاقة يجيها النبي يداويها ويبشرها ويكرمها. فيقول في ناس تبات على الشوق يجيها النبي في النوم. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، والفضل لا يؤتى بعلة عابد، نزه إلهك عن هوى ومثال. فالفضل فضل الله يؤتى منة بالحب في طه العزيز الغالي. أنا يا حبيبي في هواك متيم، وشهود وجهك غايتي ونوالي، واجه بهذا الوجه مضنا مغرما يرجو شهود القرب والإصال. سيدنا أبي الليلة سيدنا النبي اللي بيخبط له على الباب. مين أبي؟ مين النبي عليه الصلاة والسلام. ففرح فرحا شديدا، ثم قال خيرا يا رسول الله؟ قال إن الله أرسلني إليك. يعني النبي كمان جاي مأمور بوحي أن يطرق باب أبي في وقت الصحة. عارف سيدنا أبي ده اللي قال للنبي إيه؟ اللي قال للنبي أحب أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. الليلة بقى من كتر صلاته على النبي وقراءة القرآن، الليلة سيدنا النبي اللي جاي له، فقال إن الله أرسلني أمرني أن أقرأ عليك. قال يا رسول الله يا وذكرت هناك. الله ما اتكلمتوا مع بعض كده؟ أكلمك عني وقال اسمي هناك وذكرت أنا باسمي ده في الحضرة الليلية. نجونا ورب الكعبة. يا من حلفت ألا تكلمني كلم غيري لعلي أسمعك أنا. ما أنتوا لازم تقروا الشمائل يا أولاد عشان تعرفوا النبي، ما تصليش على خيال، لازم تبقى عارفه. شوف سيدنا النبي ثناياه لؤلؤية، ثناياه إيه؟ يتدفق النور من بين ثناياه تدفقا يخطف الأبصار. إذا تكلم تعلوه مهابته، وصمته عن وقار القدس ينبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. قلت له بس يا ابني ما كملش. سمعت رسول الله، انت عارف الودان دي متركب لها قد ايه فولت كهرباء عشان تتحمل ذلك السماع؟ اه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل يسمع المنطق الجميل ده والحلاوة والعظمة والجمال والتجلي المحمد وهو بيتكلم عن الوحي. قال ايوه، لما ليه الصراح لسيدنا النبي قبلها قال يا رسول الله اني اسمع كثيرا فلا احفظ ما تقول. فقال يا ابا هريره ابسط رداءك، فبسط رداءه وقال اقبضه فقبضه، فيقول ابا هريره والله ما نسيت بعدها شيئا يقول. يا لما بسط له الرداء عطاله ايه؟ عطاله نور من انوار السماع الذي به يحتمل الوحي، من انوار سنقرئك فلا تنسى. قال أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، جراب بسسته بينكم وجراب لو بحت به لاستحل قطع هذا البلعوم. خد علوم لدني بنا. وقفت على سمعت دي، فضلت بقى مش عارف اتحمل. انا قلت انا هرب سمع النبي. قال له نادى عليك كده؟ قال له يا ابا ذر. قال يا ابا هريره. يا اخواننا ده لذيذ الخطاب المحمدي، يعني خطير، حاجة جميلة جدا، بس ما يدركش ذلك ذوق لا يدريه إلا من يسكن فيه. يقول لك سيدنا أبو اليزيد البسطامي عن السماع يقول إيه؟ يقول والله لو ناداني الله يوم القيامة يا أبا اليزيد والله لأسكرن من ذلك السماع سكرا يذهلني فلا أدري إلى جنة أساق إلى أو إلى نار. الدين عايز يتعاش، الدين عايز يتعاش بالقلوب، ما هوش كلام نحفظه ورص طب نرصه، لا دي أحاسيس. الحب أعلى درجات المريدين بالوصول إلى رتب المرادين، الحب معراج لو سبقت العناية الإلهية. فيا بخت اللي تحبه،
وما نادانا الله إلى الطاعة إلا قبل أن يتحقق فينا وصف المحبة. فقال قل إن كنتم على شرط المحبة تعالوا. ما بتحبش اقعد في بيتكم لما حد يبقى يعلمك الحب. شوف العظمة اللي في الآية. قل، ومين اللي هيقول برضو؟ لازم تسمع، لازم تسمع نداء حي على الوداد. إن كنت بتحب تعالى، ما بتحبش خليك قاعد، لأن أعظم رادع للإنسان عن المعصية الحب. اوعى تفكر يا اخوانا إن, 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 إن واحد يخوفك، لا، ممكن تبقى عارف إن في جنة وفي نار، لكن أهل الله تقوى الله بالنسبة لهم محبة، مش خوف من العذاب، لا، ده مطلوب، لكن هم يعلموا من الله ومن حنان الله ما لا يجعلهم يسترسلوا في المعاصي. يستحي المحب أن يغضب محبوبه، يستحي المحب. وما من حجاب أشد على قلب المحب من قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بيخافوا من القطيعة ويبتغوا الوصل كما يشتهي أهل الدنيا الدنيا. فهمنا؟